استاذ ممدوح اسماعيل، النهارده حضرت لحضرتك المحاكمه او شهاده المشير فمو وقد علمنا شبكه القناه علمت انه حدثت بعض المشاجرات الكلاميه اثناء المحاكمه، فممكن بس نبذه على اللي هو مسموح به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المحكمه تمت في اجراءات من الاجراءات الامنيه مشدده جدا فوق العاده يعني، فحصل نوع من الشد بين المحامين والمكلفين بالامن على البوابات. شد وصل لل يعني التدافع ورفع الاصوات والشد والجذب يعني، كان وصلت صدمات وشد جامد بين المحامين والمسؤولين على الامن في البوابات، خاصه البوابات اللي هي احنا بنمر بثلاث مراحل امنيه في التفتيش على باب الاكاديميه ثم على باب الدور الاول في قاعه المحكمه ثم في عند باب قاعه المحكمه. فحصل شد تحت في الباب الثاني المرحله الثانيه من التفتيش ثم حصل شد اكثر عند باب المحكمه نفسه، ان باب المحكمه اغلق وفوجئ المحامين باب مغلق والمحكمه دخلت والشاهد دخل ومنعين المحامين. فحصل شد جامد جدا. المهم صدر قرار بفتح البيبان، دخلنا القاعة، كان القاعة كلها معظمها موجود فيها قوات أمن بلبس ملك يعني. يقال الأمن الوطني أول مرة يظهر اليوم. لا مش أمن وطني، لا مش أمن وطني. كان موجود شرطة عسكرية بلباس مدني وأعتقد أجهزة من مخابرات حرس خاص للوشير. كانش في حد، أولا القاعة تم منع الداخلية كلها منها. كانش في حد من الداخلية موجود. القاعة كلها كانت زي ما تقول سلمت للجيش يعني، قوات السلاح يعني. طب ده حقهم في الاجراءات الامنيه للمشير، ده حقهم يعني. لكن المشير قال شهادته وانا، ودي كانت شهاده يعني اتكتبت في التاريخ ايا كان مضمونها يعني. لكن فوجئنا ان رئيس المحكمه قدم سؤال المحامين المتهمين، والاجراءات بتتم في هذه القضيه انه يتم تقديم سؤال المدعين بالحق المدني قبل المحامين المتهمين. المحامي المتهمين ده اخر واحد يسال واخر واحد له حق التعقيب في المحكمه وعلى اجراءاتها. فتم تقديم محامين المتهمين سؤال بيسال المشير، ثم عندما دخل محامين المدعين بالحق المدني للسؤال رفع رئيس المحكمه الجلسه بصوره خاطفه جدا، وكان الشاهد ان تم رفعها عقب سؤال حيوي وسؤال فيه نوع من انواع يعني سؤال مهم جدا، وكان اثار استهجان شديد جدا من المحامين حصلات. المهم لما المحامين سالت المحكمه رفعت الجلسه بصوره فيها عدم حياديه عدم تحق المحامين، وانصرف السيد المشير وانقلبت القاعه الى ميدان التحرير. المحامين قاموا بتظاهرات وهتفوا باسقاط باعدام حسني مبارك واعدام حبيب العدلي، وحتى يعني من ضمن الهتافات يا جمال قول لابوك المحامين مش هيسيبوك، ومن ضمن الهتافات زي ما قال الرئيس الاعدام كويس، قعد يهتف بيها في القاعه والشعب يريد اعدام الرئيس. المهم كان الهتافات معظمها على حسني مبارك، وهتافات تناولت المحكمة بعضها وبعض الآخر تناول شخصية أخرى يعني. الشاهد استمرت هذا التظاهر لمدة ساعتين، المحكمة معلقة ومفيش حاجة، واتفقنا على أن هذه المحكمة ما ينبغي أن تستمر وأن ينبغي رد المحكمة كي تصل رسالة للرأي العام أن هذه المحكمة تسير، المحكمة مش رئيس المحكمة يعني، المحكمة عامة يعني بما يدور فيها يسير في شكل لا يحقق طلب الشعب ولا طلب الثورة ولا رأي الشعب في حسني مبارك وأعوانه من المجرمين والظلمة. فقررنا طلب رد المحكمة لإيصال رسالة للرأي العام بأن هذه المحكمة الإجراءات فيها المحامين مستائين منها، وحتى نبرأ إلى الله ثم نبرأ إلى الشعب ما يحدث. المسألة الثانية أن احنا يتم تعطيل إجراءات المحكمة، وقف إجراءات المحكمة واتخاذ إجراءات الرد للمحكمة لعدم حياديتها، ثم حتى يستبين الرأي العام ما يحدث في هذه المحكمة. لأن أنا أعتقد أني لو تم قرار ببراءة حسني مبارك أعتقد أن مصر لن تهدأ
وسوف تنقلب الأحوال في مصر. فنحن أمام كنا أمام جلسة عصيبة ومرحلة خطرة في تاريخ مصر، فكان واجبنا بيحتم علينا نحن نقوم بإجراء لم يكن أمامنا إجراء غير رد المحكمة، وقمنا به والمحكمة قررت وقف الدعوة تماما، وتحديد يوم 26 وبعد جد لإيداع أسباب الطعن أمام محكمة الاستئناف. ثم محكمة الاستئناف بتحدد جلسة نظر الطعن أمام دائرة مدنية، وفي حالة إذا هذه الدائرة المدنية رفضت الطعن فالمحكمة حددت جلسة 30/10 لاستئناف نظر الدعوة. أما إذا قبلت المحكمة الرد فبالتالي بيتم إحالة الدعوة إلى دائرة أخرى واستئناف بطريقة أخرى يعني. وفي حالة قبول الطعن دوت تبدأ المحكمة من أول جديد؟ المحكمة خلاص تتنحى، بيتم إحالة الطعن دائرة تانية. وتلغى عدم النشر؟ طبعا. هل الهتافات حضرها الشاهد؟ حضر الموجود؟ جزء منها، حضر جزء منها، إنه حصلت ثورة شديدة جدا في آخر شهادته، ورئيس المحكمة قام بسرعة والمحامين صارت في هتافات شديدة جدا بطريقة، وتدخل الحرس الخاص للمشير الأمن لكي يفصلوا بين المحامين وبينه، وهو خرج يعني بهدوء، والمحامين استمروا في الهتافات أثناء خروجه وهتفوا بإعدام حسني مبارك والعدل وعصابته بهتافات بصوت عالي مرتفع جدا كان بيهز جنبات القاعة يعني. شكرا استاذ ممدوح. عفوا. شكرا.